لتسليط الضوء أكثر على الانتهاكات الصهيونية ضد الفلسطينيين ومقدساتهم، معنا عبر الهاتف من الضفة الغربية المحتلة الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني محمد القيق. أهلا بك سيد محمد. بداية، لا تزال عمليات اقتحام باحات الأقصى مستمرة من قبل المستوطنين الصهاينة وبحراسة من شرطة الاحتلال، بما تفسر تحول الاقتحامات المستمرة والمتزايدة إلى حالة تنظيم وممنهجة من قبل الصهاينة وحكومتهم؟ تفضل. نعم، أشكرك على هذا السؤال المباشر الذي الآن وهذه الفترة هي الفترة التي تجيب عن هذا السؤال. الاحتلال الإسرائيلي يعرقل المسار السياسي الفلسطيني في منطقة القدس التي وفي الأعراف الدولية هي محتلة عام 67، وهي أرض فلسطينية محتلة بكل مواثيق الأمم المتحدة. الآن بتكثيف هذه الممارسات من قبل المستوطنين وتحديدا في المنطقة الأكثر صراعا وأكثر اختلافا وهي المسجد الأقصى المبارك، هذا يعني أن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يوصل رسالة للعالم أنه لا شأن للفلسطينيين ولا حتى الأوقاف الأردنية ولا حتى بعض الوصايات العربية على القدس المحتلة، وأنها هي أرض إسرائيلية وأن القدس عاصمة إسرائيل الأبدية كما وعدهم الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب. هذا يقودنا أيضا إلى حملة التحرك الدبلوماسي الذي أسفر عن نقل حتى اللحظة ثلاث سفارات من تل أبيب إلى القدس وأبرزها سفارة أمريكا. هذا يعني أنه بكل المعايير الدبلوماسية والسياسية والميدانية يضاف إليها العقائدية والتاريخية تحاول إسرائيل تكريس فكرة أن القدس ليست للفلسطينيين وأن هذه ليست اقتحامات وإنما هي دخول المستوطنين لجبل الهيكل. هذا الذي يسير الآن، وهذا المشهد هو القائم الآن لتكريس وترويض كل عدسات الكاميرات المحلية الدولية، حتى مسامع الفلسطينيين، حتى ردود الأفعال العربية من جامعة الدول العربية أو الإسلامية من المؤتمر الإسلامي أو حتى الأحرار في العالم عبر البرلمانات. لكن ماذا عن الانتخابات الجارية في الكيان الصهيوني وأثرها على تكثيف مثل هذه الاقتحامات؟ هل هناك علاقة مباشرة؟ ليس هناك علاقة مباشرة ما بين الانتخابات الإسرائيلية والوضع الميداني الذي هو مخطط، سواء كان في حكم إسرائيل اليكود أو العمل أو إسرائيل بيتنا أو أي حزب في يساري أو متطرف أو يميني، لأنها الخارطة مكتوبة ومخططة منذ الزمن، ومن أقدم على هذه السلسلة من الإجرام في المصادرة للأراضي هم حزب العمل الأكثر يسارية والأكثر مناداة بالديمقراطية في الكيان الإسرائيلي، والذي يرى والذي يأخذ نوعا من التشجيع في بعض الأنظمة الدولية. لذلك التخطيط الميداني والسياسة الميدانية والضم وإقامة الدولة اليهودية كلها ليست لها علاقة بالانتخابات. كل حزب يريد أن يخرج على ظهر الفلسطينيين أمام الناخبين بكل هذه المعايير. نعم سيد محمد، هناك فصائل فلسطينية دعت الجنائية الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال المتورطين بقتل متظاهري مسيرات العودة. لماذا لا تطالب السلطة الجنائية الدولية بهذا المطلب وتدرج فيه الاقتحامات اليومية التي يشهدها الأقصى؟ ما بين الاهتزاز الأمريكي للسلطة الفلسطينية والعجز غير المبرر، وهذه كلمة مهمة، العجز غير المبرر الذي تقوم به وزارة الخارجية الفلسطينية في الأروقة الدولية، وخصوصا بعد العام 2012 وحصول فلسطين على عضوية في الأمم المتحدة وتخويلها بالدخول حتى لمحكمة الجنايات، نتحدث عن 9 أعوام صفر تحرك في المجال الدولي لمعاقبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، حتى أن تقرير جولدستون تم سحبه وتم دفره ووضعه في جوارير الأمم المتحدة. لذلك هذا يسمى تقصير غير مبرر من وزارة الخارجية الفلسطينية، وأيضا حالة من التهديد والابتزاز الأمريكي للسلطة بأنه إذا ذهبتم لفضح الجريمة سنذهب لأخذ الامتيازات. في سؤالي الأخير إليك، كما تعلم فإن 30 من آذار سنة 1976 يوافق يوم الأرض الفلسطيني،
وفيه كانت الحالة الثورية ملتهبة والشعب الفلسطيني على قلب رجل واحد. السؤال هنا، إلى أي مدى يمكن أن تعيد الانتخابات البرلمانية القادمة هذه الروح، لا سيما وأن القضية الفلسطينية أصبحت على المحك هذه الأيام؟ على صعيد الأرض لا زالت عرابة، وهي قلب فلسطين المحتل عام 48، ترفع العلم الفلسطيني وتحفظ الأرض، وأهل الداخل المحتل لا زالوا على الثوابت ولا زالوا على الأرض يريدون حقهم، كما أهل غزة وكما أهل شتات وكما أهل الضفة الغربية. أما بخصوص الانتخابات فهي انتخابات مسقوفة بسقف لا يمكن تجاوزه إلا بإرادة الشعب، الذي يجب أن يخرج للشارع ويدفن أوستو سيئة الذكر، وأن تكون الانتخابات الفلسطينية ليست بمقاسات أوروبية وليست بعريف الصف الأمريكي، بل يجب أن تكون بواقع فلسطيني يريده الشعب للتغيير، لإزالة الفساد ولحفظ الثوابت ودعم الأسرى وأهل الشهداء، والوقوف بوجه طبيعي وحقيقي أمام تطبيق قرارات الشرعية الدولية الرامية على أقل تقدير بخروج الاحتلال الإسرائيلي من الأرض المحتلة عام 67. الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني محمد القيق، كنت معنا عبر الهاتف من الضفة الغربية المحتلة، شكرا جزيلا لك.